عودة من البريك مشاهدي سوبرو تي في، أكيد حلقتنا مكملة لنحكي أكثر عن مشروع من المشاريع الاستراتيجية للكنيسة السريانية الأرثوذكسية، افتتحه قداسة سيدنا البطريرك مارغناطيوس أفرام الثاني بسيدنايا، اللي هو معمل ميلكارت للصناعات الدوائية. لنتعرف عليه أكثر رح يكون معنا الدكتور مروان عازار مدير المعمل. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا تلفزيون سوبرو، شرفتونا. وكل عام وأنت بخير بحلول 2024. ميلاد مجيد، كل سنة أنتم سالمين إن شاء الله. بداية دكتور بدنا نحكي عن تأسيس المعمل، متى تأسس المعمل بصيدنايا ولمين هو تابع، وأيضا معنى اسم المعمل. على عيني على عيني. هلأ تأسيس المعمل تم بالاتفاق مع قداسة البطريرك مارغناطيوس أفرام الثاني في منتصف العام 2017. اتفقنا بالتنسيق مع بعضنا أنه نفتتح معمل للصناعات الدوائية بمنطقة صيدنايا بحيث أنه يحقق أفضل معايير عالمية للصناعة الدوائية. فنحن بدأنا العمل بالبناء بمنتصف عام 2017. هلأ فيما يتعلق باسم المعمل ميلكارت، فميلكارت هو اسم مأخوذ من التاريخ السوري، هو الشخصية الأبرز بالتاريخ الكنعاني والأرامي، بيعبر عن الصحة وعن القوة. ميلكارت هو ملك المدينة. طبعاً له عدة معابد، منها بطرطوس بسوريا، منها بصور، بصيدا، بقرطاج. فرحنا رجعنا على تاريخنا وأصولنا ونقينا هالاسم الحلو. أكيد اسم مميز ومنفتخر نحن دائماً بتاريخنا، وحلو أنه نجسد هذا الشيء بأنه نحطه بأماكن تذكر، بيصير نحكي عن تاريخنا أكثر. اليوم دكتور شو هي أقسام المعمل؟ أقسام المعمل، نحن وقت أنشأنا المعمل على أساس نطلع بكذا خط إنتاج، بالنتيجة نتيجة الظروف الصعبة اللي مرينا فيها بسوريا وبالمنطقة كلها، عملنا معملين. المعمل الأول هو للصناعات الدوائية، بيتضمن خطين للإنتاج، خط لإنتاج المضغوطات وخط لإنتاج الكبسولات. هدول نحن منسميهم بالصيدلي المستحضرات الصلبة، وهن بشكل حوالي 70% من الأدوية المطروحة بالأسواق. وكمان عملنا معمل تاني لتصنيع المستحضرات الصيدلانية، تتضمن 4 خطوط إنتاج كمان، منها قسم لصناعة كل شيء بيتعلق بالعناية بالفم والأسنان من معجين أسنان ومعقمات فموية، منها للعلاج البشرة للكريمات الجلدية كلياتها، ومنها المعقمات والمطهرات والشامبويات. تمام. هلأ أكيد يطول الحديث عن موضوع التحضير الدوائي، وأكيد بده خبرة ودراسة سنوات، ولكن لو نتحدث باختصار عن طريقة التحضير الدوائي بالمعمل، كيف بيتم إنتاج الدواء وأصناف الأدوية المنتجة؟ على عيني. هلأ بالنسبة للإنتاج الدوائي في نورم عالمي ستاندر. نحن المعمل عنا مكون من 4 طوابق ككتلة إجمالية، عن 10,000 متر مربع للبناء ومساحة أرض 15 دنم. هلأ طبعاً ما أنا معمول بشكل عبثي، نحن بلشنا الإنتاج الدوائي يبدأ بالمستودعات، يعني أي مادة بتفوت على المعمل يجب أن تراقب. من هون بينطلق الإنتاج الدوائي، سواء كانت مادة أولية أو تعبئة أو تغليف أو أي مادة بتفوت المستودعات، فوراً بيندهوا لقسم المخابر. عندنا قسم مخابر متطور جداً، كل أجهزتنا الحمد لله ألمانية، في بعض الأجهزة الدقيقة هي أمريكية. فنجري تحاليل دقيقة لكل ما يدخل المعمل، متى ما المخبر عطى شهادة بحرر شهادة أنه هي المادة إما مقبولة أو مرفوضة، متى ما انقبلت خلاص فاتت حيز الإنتاج وعلى البروسيس تبع التصنيع. إذا المادة مرفوضة فورا منخبر اللجنة يلي المشتريات بيرجعوها للمصدر. هلأ باللحظة اللي بتفوت على الإنتاج فيها، طبعا في مثل الوصفة، مثل اي عم نشتغل اي طبخة، في وصفة طبية منجيب هالمواد منخلطها منعرضها لعدة عمليات صيدلانية، بعدين بتروح اما على قسم ضغط المضغوطات، عنا آلات ضغط وكل الأجهزة تبع التصنيع هي إيطالية المنشأ من أفضل شركات العالم. يعني العفو، يعني احنا ما حاولنا نعتمد على الأجهزة الأوروبية أكثر من الصينية والهندية، لأنه أداء أفضل، عمرها أطول. واليوم الصناعة الدوائية بتعتمد نصها على التكنولوجيا والنص الثاني على العلم الصيدلاني. فمتى ما فاتت صالات الإنتاج تنتج، خلال الإنتاج في عمليات تدقيق من المخابر، وبعد الإنتاج تؤخذ الحبوب أو الكبسولات وتعرض لكافة الفحوص الفيزيائية والكيميائية بالمخبر.
المخابر بتتضمن 4 أو 5 أنواع. في عندنا المخبر الجرثومي، المخبر الكيميائي، المخبر الفيزيائي، مخبر المعايرة، وعندنا مخبر لدراسة الثباتية تبع المستحضر. هالمخبر وقت يقول الدواء أوكي مصنع منيح، معاييره جيدة، فعاليته جيدة، بيتحول الدواء للتعبئة أو التغليف، وبيروح بيتعبى وبيتغلف، بيروح بقى على المستحضرات الجاهزة، ومنها بتنطلق المستحضرات الجاهزة على الأسواق. فهي البروسيس يعني اللي نحن بنمشي فيها. تمام. إذا بدنا نحكي عن الكادر الإداري الموجود حاليا بالمعمل، أكيد مطلوب خبرات ومطلوب شهادات لحتى الشخص يقدر يؤدي هي المهمة الدقيقة والجدا ضرورية. أكيد. شو هو الكادر الإداري الموجود بالمعمل؟ شو مؤهلاته؟ شو خبراته وكفاءته؟ الكادر الإداري عندنا نحن لكل قسم من أقسام المعمل في له مدير ومعه في فنيين. فإذا بدنا نفوت على حيز الإنتاج في مدير إنتاج، حيز البحث والتطوير عندنا مخبر للبحث والتطوير في له مدير مركز البحث والتطوير، المخابر له مدير، حتى القسم الإداري والموظفين له مدير، كل المدراء على الأقل هن صيادلي من ذوي الخبرات القديمة، يعني أقل خبرة عندنا 5 سنين بالعالم الدوائي في صناعة الأدوية. تمام. مدربين الحمد لله عاملين فريق عمل جيد جدا يعني مع بعضنا، وأنا دائما متواجد مع الفريق كله. أكيد ما عنا شك بخبرات يلي عم تقدم لنا هذا العمل الرائع والدقيق جدا. دكتور، هل وصلت منتجات أو أدوية معمل ميلكارت لكافة المناطق بسوريا؟ وحدثنا عن الإنتاج المستمر للمعمل. أوكي. هلأ نحن بدأنا عملية الإنتاج بالشهر 9/2022. هي أول عمليات تصنيع، أول طبخات بنطبخها للأدوية اللي جهزناها. تمام. اشتغلنا من 22 لسنة 23 للشهر الثامن. بالشهر الثامن كنا أخذنا كل الموافقات اللازمة من وزارة الصحة لترخيص المنتج ومن ثم طرحه بالأسواق السورية. تمام. الحمد لله نزلنا 8 منتجات دوائية، في منه لمزمن للأمراض المزمنة، وفي منه للاستعمال يعني الصيدلي بيقدر يوصفه. إذا بتحبي بعد شوي إذا زاد معنا وقت لك شو الأصناف شو هني. وبدأنا عملية التوزيع والتسويق في كل محافظات سوريا. هلأ موجودين نحن بكل محافظات سوريا، من القامشلي للجنوب لدرعا لدمشق للساحل للشمال، كلنا موجودين فيها. تمام. الأجهزة، إذا بدنا نحكي عن الأجهزة المستخدمة بصناعة الدواء، حكيت أنه هي جميعها مستوردة من أكيد بلدان ذو خبرة بتصنيع هي الآلات. خبرنا أكثر عن الأجهزة اللي عم تستخدموها بالمعنى. الأجهزة فيما يتعلق بالقسم الصناعي اللي بينتج الدواء هي كلها صناعات، الأجهزة صناعة إيطالية. تمام. وإيطالية الشركة معترف عليها عالميا بصناعة الأدوية، أكبر المعامل الدوائية بتأخذ منها الآلات تبعها. هلا هذا فيما يتعلق في الصناعه، قسم الصناعي. قسم المخابر نعتمد على الاجهزه الالمانيه والامريكيه، كل الاجهزه تبع قياس الكثافه او قياس القصاوي او الهشاشيه او المعايرات كلها اما المانيه او امريكيه. في عندنا قسمين دائما ما حدا بيحكي عنهم في عالم الدوائي وبالمصانع الدوائيه، هن من اهم الاقسام. في قسم اسمه محطه معالجه الهواء، نحن يابانيه الصنع. أي الهواء كله اللي بيفوت على المعمل بيتفلتر، واللي بيخرج بيتفلتر، وهالمحطة هي بتضبط نظافة الهواء، عقامة الهواء، ضغط الهواء، برودة وحرارة الهواء، والأخطر من كل شيء هو رطوبة الهواء. فهي محطة جدا ضخمة، نحن الحمد لله منفتخر وعنا ياها يابانية. المحطة الثالثة اللي عنا ياها أو القسم الثالث هو محطة تحلية المياه، كمان محطة محترمة جدا إيطالية الصنع، يعني بتعطينا بحدود 2000 طن بالساعة مياه النقية الخالية الجراثيم والبكتيريا والقصاوي. هذا فيما يتعلق في الأجهزة. تمام. حكيت حضرتك هلأ على الأصناف الدوائية يلي نعم. أنتج المعمل. نعم. فينا نحكي عنها حابين عينك. نحن عنا 23 عنا خطة، نحن كل بداية عام نمشي بخطة إنتاجية. تمام. بنقول هالعام شو بدنا ننزل للسوق. ب 23 بسنة العام، بالعام 23 كان نصيب السوق هي 8 مستحضرات. في مستحضر هو لتطبل الأمعاء والآلام العصبية المعوية،
في منتج لآلام الأعصاب المفاصل، لآلام المفاصل، في منتج لحمض البول بينزل كمية حمض البول مثل نحن بنسميه جاوتليس عندنا بالشركة، في عندنا منتج لمعالجة الفطور الداخلية بالجسم، في عندنا منتج للرشح، في عندنا منتج لتخفيض الكوليسترول. هذا بالعام تقريبا 2023، بال 24 رح يكون عندنا كمان 7 لـ 8 منتجات. في خافض ضغط رح يكون في خافض كوليسترول، الأدوية المزمنة عم نروح شوي على الأدوية المزمنة، خافض ضغط وخافض كوليسترول. رح يكون عندنا مضاد التهاب لأمراض اللسة، الإنتانات اللسوية. رح يكون في عندنا منتج الكورتيزون بشكل حبوب كمان للمعالجات. في عندنا منتج منوم جديد بالأسواق السورية، عندنا شي 3 لـ 4 أصناف غير متوفرة سابقا بأسواق سوريا، منه منتج اللونيكارت المنوم بيعمل تنين بس ما بيعمل اعتياد، يعني اللي عنده قلق بنومه. عندنا المهدئات اللي تحت اللسان تؤخذ قبل العمليات الجراحية بتوقف القلق والأرق تبع المريض قبل ما يفوت العملية الجراحية. تمام. دكتور، خطتنا المستقبلية لتطوير المعمل، أكيد نحن دائما نسعى للأفضل، قد ما كنا أفضل دائما واحد بيحب أنه يتطور بشغله. خطتنا المستقبلية لتطوير المعمل، وحكيت عن إنتاج الأصناف الجديدة كمان. تمام. هلأ الخطة إذا بدي أمشي حسب رغبات قداسة البترك طموحة جداً وفيها عمل كبير. أكيد. مع الأسف الظروف اللي عم تحيط فينا هي عم تفرملنا هالطموح هذا، مع كل الأسف يعني على كل المستويات. صحيح. بس عنا خطة طموحة. نحن بالمعمل ذكرت أنه نحن عنا 5 طوابق. نحن استثمرنا الطابق الأبو اللي هو ناقص واحد بمساحة 2000 متر مربع، هذا مستودعات. استثمرنا الطابق الأول والثاني كمخابر وأنتاج وإدارة. الطابق الثاني والثالث هدول لسه ما استثمرناهم، ونحن تاركينهم على أساس نعمل أشكال عقيمة من الإبر، من الأمبولات، من الأطرات العينية. الظروف ما سمحت لنا نستمر به الطابق، بس ما رح نوقف يعني، أكيد سنة سنتين بدنا نرجع نأقلع بإذن الله. إن شاء الله أكيد ما عندنا شك بهذا الشيء. حكيت ذكرت حضرتك عن الصعوبات والظروف يلي مع الأسف عم نعاني منها، ولولاها كنا أكيد بمكان أفضل. أكيد. من حيث أكيد. كل شيء عم نشتغله. أكيد. ولكن هي فرضت علينا بظل بعد الحرب يعني. اليوم شو هي الصعوبات يلي بتواجهكم بعملكم؟ هلا الصعوبات يعني متعددة ومتنوعة، تحديدا في عالم الدواء. يعني بعتقد هو القطاع الدوائي أكثر قطاع تضرر به الأزمة، والضرر السبب الأول هو التضخم المالي اللي الدواء ما عم بيقدر يلحقه، فلا منقدر نرفع السعر بيصير على المستهلك صعب، ونحن اضطرينا ننتج وننزل على السوق صدقيني بخسارة كبيرة، لأنه في عنا جانب إنساني ووطني به الموضوع بدنا نحقه، وليس فقط مع سيدنا منشتغل للجانب الربحي، هي توجيهاته. فأول صعوبة كانت هي التضخم المالي اللي صاب سوريا هالثلاث سنين من وقت من بدء يعني بدأنا بالمشروع. الصعوبة الثانية هي عملية الاستيراد وتوفير القطع، هاي بروسيس طويلة ما رح نغوص فيها هلأ لأنها قصة اقتصادية. تمام. بس عانينا كثير منها. القصة الثالثة هي تعاوننا مع وزارة الصحة، يعني كل السلع ارتفعت بأسواق سوريا، وزارة الصحة ما كانت ناوية ترفع طبعا حرصا على المواطن. أكيد. بس عدم رفع السعر ضرنا، رجعنا لورقنا، فويلنا الويلين، وين نرفع وين نضل مثل ما نحن عم نخسر، لنشوف المعادلة الجديدة شو بيصير إن شاء الله. أكيد بنتمنى يعني بحلول السنة الجديدة إنه كل الأمور تتحسن على جميع الأصعدة. رسالتك بمناسبة الميلاد وقدوم العام الجديد بتحب توجهها للسريان والمسيحيين بكل العالم. على عيني سريع. رسالتي رسالة واحدة، عيد المحبة والسلام، عيد يسوع المسيح. إن شاء الله بيحملنا السلام والأمن لبلادنا ولكل المسيحيين ولكل السريان بالعالم. والرسالة الكبيرة اللي بدي واجهها هي لقداسة سيدنا، بدي أقول له الله يديمك ويديم همتك وصحتك، لأنه المشاريع جبارة اللي قام فيها، وإن شاء الله نكون نحن عند حسن ظنه ونضل ماشيين حده والطريق. الله يقويكم معه.
إن شاء الله. بدي أتشكرك كثير دكتور لأنه كنت معنا اليوم بسبورة تي في وأكيد عرفتنا عن هذا المشروع الضخم، عرفتنا عن تفاصيله. بدي أتشكرك كثير، شكرا لك وشكرا لوقتك. وشكرا لكم، وبتمنى التوفيق للتلفزيون سبورة. أنا بتابعكم وإن شاء الله لمزيد من الإزدهار والنجاح. إن شاء الله. أهلا وسهلا. حلقتنا مشاهدينا أكيد مكملة ولكن بعد البريك.